معايير الحقيبة المدرسية الصحية. يجب أن تكون خفيفة الوزن كي لا تضغط على القدمين. تلتصق بشكل كامل بظهر الطفل كي لا تتسبب في آلام الظهر. تتناسب مع طول ووزن الطفل كي لا تضغط على القلب والرئة. ذات شريطين عريضين مبطنين للحمل كي لا تتسبب في آلام الأكتاف. صغيرة الحجم كي لا تتسبب في آلام الرقبة. يرجى مراعاة النصائح التالية: تجنب الحمل بأسلوب خافت، نقل الحقيبة بين الكتفين الأيمن والأيسر، ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة يومياً.